مش بالكثرة، مش بالجمال اللي فيها، مش بالإمكانيات، ولكن أنتم قدرتوا تأقلموا أنفسكم وتعيشوا صح. فبجد كل منحة دراسية للطلاب كدة عندكم وطالبات، والله يعني قصدي هناك منحة دراسية أو فرص عمل، يعني خطة ديرينا أنتم خارطة عمل حتشتغلوا عليها. رجع برويلة يوسف، رئيس مجلس إدارة بمنظمة أجيال تبرغة. طبعا منظمتنا للتنمية البشرية والأعمال الخيرية، عملنا الحفلة اليوم بخصوص إشهار المنظمة لمنظمات إجنابية نعرفوا بأنفسنا يعني، والمنظمة هذه نحاولوا أن احنا نطوروا من المجتمع اللي هو المجتمع التبرغي بصفة عامة وبصفة خاصة أقصد، والمجتمع إجنابية بصفة عامة يعني. التنمية البشرية بجميع شرائح المجتمع، سواء كانوا رجال، سواء كانوا نساء، سواء كانوا أطفال، يعني وخاصة فئة الشباب، شريحة الشباب أكثر شيء اللي هي مسلطين عليها شريحة الشباب. ليش؟ بالوضع اللي شفناه احنا من 11 سنة هذينا، نحاولوا نطوروا من مواهبهم. هي والأعمال الخيرية يعني هي هذه.